رح نشرح الرول اوف لينس او وظيفة العدسة. الconverging lens collects light rays at one point. ورح نعطي example. ناخد a source of light ومنحط قدامه a converging lens ومنشغل a source of light. رح يعطينا cylindrical beam لأنه هود ال light rays parallel لبعضهم. ورح نلاحظ هون إنه الconverging lens عم بتجمع هال light rays كلهم على point وحدة. هيدا المقصود بأنه الconverging lens collect light rays at one point, بينما diverging lens separates light rays and seem to come out of the same point. رح نشرح كيف. رح نحط قدام source of light a diverging lens ورح نبعت cylindrical beam. واللي رح يصير هو إنه light separates, بيتفرقوا, بس seem to come out of the same point, ما بيتفرقوا بشكل عشوائي. كل هود اللايت ريز يلي توزعوا رح يبينوا كأنهم جايين من بوينت وحدة. ليش الconverging lens عم بتجمع اللايت ريز بنقطة وحدة؟ وليش الdiverging lens عم بتوزع الضوء وبيبينوا كلهم طالعين من نقطة وحدة؟ هيدا الشي سببه هو الأجز, لأنه الأج تبع الconverging lens is thin. اللايت ري collects على one point. ولأنه الأجز تبع diverging lens are thick, they separate the light ray وبيبينوا أنه كلهم جايين من نقطة واحدة. رح نكمل شرح موضوع الرول of a converging and diverging lens. Converging lens deviates light rays toward optical axis. شو يعني؟ إذا أخذنا converging lens وفي عنا حيالة incident ray جاية على هيدا الconverging lens, هيدا الانسيدنت راي بده ينحرف, ديفييتس, باتجاه الاوبتيكال اكسس. نرجع منشدد على فكرة انه دايما بالconverging lens بدنا نركز على الادجز, ولانه الادجز ثن, رفاع, دايما رح تكون وظيفة هالعدسة انه تجمع كل الانسيدنت رايز يلي جايين عليها من ميلة وحدة من هون على نقطة وحدة مثل ما شرحت من شوي, أو بدها تعمل لهاللايت ري ديفييشن, يعني بدها تحرفه أو توجهه باتجاه الأوبتيكال أكسس. هيدا السبب العلمي لتصرف الconverging lens بهالطريقة. بينما بحالة الdiverging lens it deviates light rays away from the optical axis. وهيدا هو الفرق الأساسي بين الconverging lens والdiverging lens, وسببه هو الأدجز. هلأ لأنه الأدجز عند الdiverging lens thick, حيلا light ray منبعته, منلاحظ أنه الemergent ray بيبعد عن الoptical axis. نرجع منركز على السبب. بالconverging lens thin edges هن يلي بيخلوا light ray ينحرف باتجاه الoptical axis, بينما بالdiverging lens the thick edges هن يلي بخلوا the light ray يبعد عن الأوبتيكال أكسس.